السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع أدم وإياد. إذا في الفيديو ديال اليوم غنقوم بتصحيح الفرض الأول للدورة الثانية لمادة الرياضيات للمستوى الخامس أو ما يسمى فرض المرحلة الثالثة لمادة الرياضيات للمستوى الخامس. إذا الرابط الفرض غتلقاوه في صندوق الوصف، ممكن تقوموا بالتحميل ديالو على شكل PDF. إذا غنبداو مباشرة بتصحيح هذا النموذج وغادي نبداو بتصحيح السؤال الأول. إذا غنشوفوا السؤال الأول شنو كيقول؟ إذا السؤال الأول كيقول ضع وأنجز ما يلي. إذا عطاونا مجموعة ديال العمليات، إذا عملية الجمع والطرح والضرب. إذا غنبداو بإنجاز العملية الأولى اللي هي عملية الجمع. إذا هنا كنوضعوا العدد الأول. إذا العدد الأول هو ماذا؟ 523,880. إذا زائد، إذا غنوضعوا العدد الثاني، إذا غنبداو بالوحدات ديالو. إذا غنكتبوا الوحدات ديالو، إذا 7، إذا الوحدات أسفل الوحدات، ثم العشرات، المئات، وحدات الآلاف، 10,000، ثم مئات الآلاف، وغادي نعملو خط العملي وغنبداو بالإنجاز. إذا 8 زائد 7 15، نكتب 5 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 8 9 زائد 4 13، نكتب 3 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 8 9 زائد 2 11، نكتب 1 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 3 4 زائد 0 4. إذا 2 زائد 2 4، ثم 5 زائد 8 13. إذا النتيجة هي 1,344,135. ننتقل الآن إلى العملية الموالية. إذا نفس الشيء بالنسبة لعملية الطرح. إذا خصنا نقوموا بالوضع الصحيح للعملية باش نحصلوا على النتيجة الصحيحة. إذا دائما خصو يكون عندنا الوحدات أسفل الوحدات، العشرات إلى آخره، وغادي نبداو بإنجاز العملية. إذا 4 - 9 لا يمكن، نسلف 1 ونرد السلف. 14 - 9 5. 5 - 10 لا يمكن، نسلف 1 ونرد السلف. 5 - 10 5، ثم 5 - 10 كذلك 5. إذا هنا نسلف 1 ونرد السلف. إذا 9 - 9 0، ثم 9 - لا شيء هي 9. إذا الجواب هو 9,555. نذهب الآن لإنجاز عملية الضرب. إذا 9,257 ضرب 807. إذا نقوم بضرب في العدد الأول. إذا 7 في 7 49، نكتب 9 ونحتفظ ب4. 7 في 5 35، و4 39، نكتب 9 ونحتفظ ب3. 7 في 2 14، و3 17، نكتب 7 ونحتفظ ب1. ثم 7 في 9 63، والواحد 64. نضع النقطة ونضرب في 0. إذا 0 في 7 0، 0 في 5 0، 0 في 2 0، ثم 0 في 9 0. إذا نضع الآن نقطتين ونقوم بالضرب في الرقم التالي. 8 في 7 56، نكتب 6 ونحتفظ ب5. 8 في 5 40، والخمسة 45، نكتب 5 ونحتفظ ب4. 8 في 2 16، والأربعة 20، نكتب 0 ونحتفظ ب2. ثم 8 في 9 72، و2 74. نقوم الآن بعملية الجمع. 9 زائد نقطة هي 9. 9 زائد 0 9 زائد نقطة 9. 7 زائد 0 7 زائد 6 13، نكتب 3 ونحتفظ ب1. 1 زائد 4 5 زائد 0 5 زائد 5 10، نكتب 0 ونحتفظ بواحد. 1 زائد 6 7 زائد 0 7 زائد 0 7. لا شيء زائد 4 4، ثم لا شيء زائد 4 زائد 7 هي 7. إذا الجواب هو ماذا؟ هو 7,470,390. وهكذا نكون انتهينا من السؤال الأول. ننتقل الآن إلى السؤال الثاني. إذا السؤال الثاني كيقول احسب الأعداد الكسرية التالية واختزل ما أمكن ذلك. إذا غنبداو بعملية الضرب. اذا بالنسبه للضرب ديال الاعداد الكسريه اذا شنو نقوموا؟ البسط في البسط والمقام في المقام. اذا 5 في 9 على 6 في 10 اذا تساوي 45 على 60. نختزل، اذا نختزل ب5، 45 قسمة 5 9، 60 قسمة 5 نعم 12. اذا باقي عندنا اختزال، ممكن نختزل الان بماذا؟ ب3. 9 قسمة 3 3، 12 قسمة 3 4، اذا تساوي ماذا؟ 3 على 4. نذهب الآن إلى العملية الموالية، إذا نفس الشيء البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 3 في 12 36، 4 في 6 24. إذا نختزل، إذا ممكن نلاحظوا عدة أعداد، إذا غنختزلوا ب 12. إذا 36 قسمة 12 هي 3، و 24 قسمة 12 هي 2. ممكن نقوم بحل العملية السابقة ونختزلوا بعدة أعداد، نختزلوا ب2 ثم 3 أو نختزلوا ب6 حتى كنوصلوا للنتيجة النهائية. إذا فوقاش كنتوقف على الاختزال حتى كنحصل على عدد غير قابل للاختزال. إذا غادي نمشيو للعملية الموالية اللي هي عملية القسمة. إذا عملية القسمة كنقوموا بتحويلها إلى عملية الضرب. إذا كنحتفظوا بالعدد الأول والعدد الثاني كنعملوا المقلوب ديالو. إذا 6 على 16 ومن بعد غنضرب البسط في البسط والمقام في المقام. إذا 8 في 6 48، و3 في 16 48. إذا هنا 48 على 48 إذا تساوي 1. إذا ملي كيكون عندي البسط يساوي المقام فإن النتيجة هي 1. إذا غنمشيو نعملو العدد الموالي كذلك هي عملية القسمة. إذا 7 على 3 إذا غنحولوها للضرب في 9 على 14. إذا غنضربوا البسط في البسط ثم المقام في المقام وغادي نحسبوا 7 في 9 63 على 3 في 14 42 وغادي نشوفوا الاختزال. إذا هنا ممكن نختزلوا ب 3 هي الأولى. إذا هنا 63 قسمة 3 هي 21 و 42 قسمة 3 كم تساوي؟ نعم إذا هنايا 40. إذا شنو غادي تساوي لنا؟ 10 14. إذا تساوي 14. إذا هنا باقي غنقدروا نختزلوا بماذا؟ ب7. إذا 21 قسمة 7 3 و14 قسمة 7 هي 2. إذا تساوي 3 على 2 وبهكذا غنكونوا قمنا بالاختزال وانتهينا من هذا التمرين. إذا ننتقل إلى التمرين الموالي. إذا التمرين الموالي كيقول حصل تلاميذ المستوى الخامس ابتدائي على المعدلات التالية في أول مراقبة في مادة الرياضيات للدورة الثانية وجاءت على الشكل التالي. إذا هنا عندنا مجموعة ديال النقط ديال التلاميذ ديال الخامس ابتدائي في فرض مادة الرياضيات. إذا التلميذ الأول حصل على 5 ثم التلميذ الثاني جاب 6 5 إلى آخره. إذا هذه مجموعة ديال النقط. إذا أول سؤال كيقول كم عدد تلاميذ هذا القسم؟ إذا مش غنحسبوا عدد تلاميذ هذا القسم، إذا سهلة غادي نحسبوها المعدات. إذا التلميذ الأول 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23. إذا عدد تلاميذ هذا القسم هو ماذا؟ هو 23. إذا غنقولوها عدد تلاميذ القسم هو 23. إذا غنمشيو للسؤال الموالي أتمم ملء الجدول. إذا المعدلات غادي نرتبوهم من الأصغر معدل الأكبر معدل. إذا هنا أصغر معدل كنلاحظوا بأن كاين 5 ثم كاين التلاميذ اللي جابوا 6 عندنا 7 وكاين التلاميذ اللي جابوا 8 و9 و10. إذا غنحسبوا عدد التلاميذ. إذا غنشوفوا عدد التلاميذ اللي جابوا 5 1 2 3 4 ها. إذا هنا عندنا فقط 4 تلاميذ. إذا هنا 4 تلاميذ. غنمشيو لعدد التلاميذ اللي جابوا 6 غنحسبوهم. إذا 1 2 3 4 5. إذا عند التلاميذ هنايا 5. إذا غادي نشوفوا عدد التلاميذ اللي جابوا 7. إذا عدد التلاميذ اللي جابوا 7، إذا كاين الفقرة في السطر التالي 1 2 3 4. ثم عدد التلاميذ اللي حصلوا على مدى 8، إذا هنا 1 2 3، إذا 3 تلاميذ. ثم اللي حصلوا على 9، إذا هنا 1 2 3 4 5 6 تلاميذ. ثم عدد التلاميذ الذي حصلوا على 10 كم هو 1. إذا احنا سالينا من السؤال الثاني، غننتقلوا إلى السؤال الثالث. إذا السؤال الثالث كيقول حول معطيات الجدول إلى مبيان من اختيارك. إذا هنا نختار المبيان اللي بغينا، إذا نختار المبيان اللي هو سهل، إذا مبيان بالأعمدة. إذا غادي نرسموا هذا المبيان، إذا غنحتاجوا إلى ماذا؟ إلى المسطرة لإنشاء هذا المبيان. إذا هنا قلنا غنحتاجوا المسطرة، إذا غنرسم الضلع الأول، ثم غادي نرسم الضلع التالي، إذا غنقسموا هذا الضلع التالي، غنستعملوها غنقسموها إلى ماذا؟ إلى تدريجات متقايسة. إذا هنا غنعتمدوا على تدريجة، إذا هنا غادي ننزلوا 1 2، هنا غتكون 3 4 ثم 5 6 7 8. إذا هنايا ها هما التدريجات، إذا غادي نعملو هنا مقسم، شنو غادي يكون 1 2 3 4 5 6 7. إذا غادي نجيو لهنا غادي نعملو المعدلات، إذا هنا اللي عندهم المعدل ماذا؟ هنا المعدل 5، المعدل 5، هنا المعدل، إذا شحال من المعدلات خصهم يكون عندنا؟ المعدل 6، جابوا 6. ممكن نكتب لما نكتب المعدل نكتب غير 5 6، إذا هنا كنقصدوا المعدلات. إذا هنا باش يكون واضح وما غاديش نطولوا في الكتابة، إذا هنا غتكون 5 6 ثم 7 8 9 10. وغادي نرسموا العمود المناسب. إذا من هنا بالنسبة للتلاميذ اللي حصلوا على ماذا؟ على 5، إذا هنا غادي نكتبوا بعد النقاط هنا عدد التلاميذ، عدد التلاميذ، وهنا لتحت شنو كاين عندنا؟ نقاط التلاميذ، نقاط التلاميذ. إذا غنبداو برسم هاد الأعمدة. إذا هنا العمود اللي غادي يكون عندنا أول عمود هو ماذا؟ قلنا الطول ديالو شحال خصو يكون؟ إذا هنا آخر نقطة المعدل 5 4 تلاميذ، إذا الطول ديالو غيكون هو 4. إذا غادي نرسمو واحد الطول 4، إذا ها هو العمود 4. غنمشيو للعمود الثاني، إذا هنا بالنسبة للتلاميذ اللي حصلوا على 6، إذا شحال العدد ديالهم؟ هو 5، إذا خصنا نرسم عمود اللي الطول ديالو هو ماذا؟ هو 5. غنمشيو بالنسبة للنقطة 7، إذا العمود الطول ديالو شحال خصو يكون؟ 4. ثم بالنسبة ل8، إذا العمود طوله 3. ثم بالنسبة ل9، إذا طول العمود شحال خصو يكون؟ 6، إذا عندنا 6 تلاميذ جابوا 6، إذا طوله 6. ثم 10، عمود طوله هو 1. وبهكذا غنكونوا قمنا بإنشاء المبيان المطلوب. إذا هنا مبيان بالأعمدة، إذا هنا انطلاقا من العمود غادي نعرف. إذا عدد التلاميذ اللي جابوا نقطة 5 هو ماذا؟ هو 4 وإلى آخره. وبهكذا غنكونوا انتهينا من هذا السؤال. إذا غنمشيو للسؤال الموالي. إذا السؤال الموالي كيقول calculer l'aire de la partie colorée de la figure sur son côté en centimètres. إذا مطلوب منا نحسبوا المساحة ديال الشكل الملون. إذا شنو كنلاحظوا على هذا الشكل الملون؟ هو ماذا؟ المساحة ديال مادو ممكن نقسموه إلى جزئين. إذا تلا كنلاحظوا بأن عندنا المربع الأول والمربع حتى الثاني. إذا على حساب باش عرفناها بهذا الكوداج. إذا الكوداج هي علامة التقايس. إذا شنو غادي نحسب؟ غنحسب المساحة ديال هذا المستطيل وغادي ننقص منه ماذا؟ المساحة ديال هذا المثلث الأبيض. شنو كيساوي المساحة ديال هذا المثلث الأبيض؟ هي مساحة المستطيل قسمة 4، لأن إلا قسمت الجزء الآخر إلى 4. إذا هنا غادي نضيف باش تشوفوا الجزء. إلا قمت بإضافة التقسيمة غنلاحظوا بأن هذا المستطيل غادي يعطينا 4 مثلثات متقايسة. إذا هنا لاحظوا إذا غيكون عندي ماذا؟ 4 مثلثات متقايسة. إذا غنحسب المساحة ديال المستطيل وغادي ننقص منها ماذا؟ الربع ديالها. إذا الربع ديالها غادي نشوف كيفاش غادي نعملو. إذا أول حاجة غادي نقوموا بها هي حساب مساحة المستطيل.